أكد مجلس الشعب أن ذكرى السادس من أيار تمر هذا العام وسوريا تقدم قوافل الشهداء دفاعا عن تراب الوطن وصونا لروح الاستقلال بعزيمة لا تلين وكبرياء وشموخ الشهداء الذين رفضوا قيد العبودية والاستعمار وكانوا شعلة الثورة ضد الاحتلال العثماني. وفي بيان بمناسبة عيد الشهداء قال المجلس: بهذه الروح نعيش اليوم ذكرى قيام جمال باشا السفاح بنصب أعواد المشانق في كل من دمشق وبيروت لنخبة من قادة الفكر والسياسة والثقافة العرب من مختلف الانتماءات السياسية والدينية في محاولة منه لإخماد شعلة الثورة وقمع روح النضال والتحرر في دماء السوريين الذين أثبتوا للعالم أنهم شعب يأبى الظلم والاحتلال ويعشق الحرية والشهادة. وأضاف المجلس: ما أشبه اليوم بالأمس، فكما كان السفاح يعلق أعواد المشانق لخيرة أبناء الوطن ومفكريه، تقوم المجموعات الإرهابية التكفيرية ورعاتها في الإقليم والغرب باستهداف الكفاءات العلمية ورجال الدين والمساجد والكنائس والجامعات، معتبرا أن ذلك الفكر الظلامي الإجرامي الذي أسس له جمال باشا السفاح وكرسته أدبيات الجنرال الفرنسي غورو تستوحيه المجموعات الإرهابية التكفيرية اليوم.